العدالة الانتقالية هي عدة محاور، إحداها الاقتصاص من الجنات أو محاكمة الجنات أو المجرمين، مجرمي الحرب والمجرمي حقوق الإنسانية. هذا أحد محاور العدالة الانتقالية. هناك قوانين مجرمة، وبالتالي إحدى أعمال العدالة الانتقالية هي إلغاء القوانين المجرمة في مستقبل سوريا، إلغاء البيئة التي يمكن أن تؤسس لجرائم جديدة في مستقبل سوريا، إن كانت قانونية أو اجتماعية أو اقتصادية، تعويض على الضرر، تعويض الضرر على الضحايا. هذا شرط أساسي في مسألة العدالة الانتقالية. ماذا يفيدني إذا في أوروبا الآن نستطيع ملاحقة المجرمين لكن لا نستطيع التعويض على الضحايا؟ اعتقال تعسفي بسبب الرأي أو بسبب النشاط السياسي والإخفاء القسري هن جريمتين منفصلتين، لكن ممكن غالبا بسوريا هن جريمة بيندمجوا مع بعض، بصير الاعتقال وبعده بيختفي المعتقل إخفاء قسري لفترات طويلة. ممكن هالمعتقل يتحول على محكمة بيضل اسمه معتقل لكن بيخرج من خانة المختفي قسريا. التفريق بهالقصة لأنه هي جريمتين مختلفتين، ووضع أعداد المعتقلين بالشكل أنه المعتقل المانو مختفي وهو معتقل سياسي أو معتقل رأي أو غير محول لا يخضع لمحاكمة تستوفي الشروط العادلة للمحاكمات العادلة، وبين المعتقل المختفي قسريا واللي مجهول المصير. يعني هي بعض الأحيان بيشعر السوري أنه بظل عدم اهتمام الدولة الحقيقي بالقضايا بيحاول يبالغ بالأرقام، يبالغ بالوصف الواقع ليجذب اهتمام، ربما ما عم يبالغ بالرقم وليس بالحقيقة. حقيقة هي أفظع مما يقوم يتعرض له السوري، حقيقة هي أفظع بكثير مما ينشر، لكن ربما لجذب اهتمام أكبر لإظهار فداحة ما يحصل يتم ببعض الأحيان مبالغة بالأرقام. بعض الأحيان أرقام تقول 500,000. نعم، كان في سوريا 500,000، تم اعتقال 500,000 خلال الأحداث في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن، لكن ليسوا كلهم الآن في السجن، معظمهم خرج أو تم محاكمته أو حوارته إلى سجن عادي أو وخرج بعد انتهاء محكوميته وغيره. عندما نتكلم عن معتقلين، عن معتقلين الآن موجودين، فيتم بعض الأحيان الخلط بين الرقمين أو هذه الأرقام. بعض الأحيان هو ليس قصدا، لكن بالمحصلة هو تأثيره سلبي. هلأ نحن مثل ما بتعرفوا في دعوة بفرنسا، في 4 ملفات بألمانيا، في ملف بالنمسا، الآن نحيئ لملف بالسويد قريبا جدا. هناك 27 متهم أمام القضاء الألماني بما فيهم بشار الأسد نفسه، هناك 24 متهم أمام القضاء النمساوي، هناك أكثر من 20 سيكونوا متهمين أمام القضاء السويدي. صدرت مذكرات توقيف بفرنسا بحق ما أعلن 3 مسؤولين كبار عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام فجر محمود مؤخرا، وقبلها صدرت مذكرات توقيف كذلك عن القضاء الألماني بجرائم ضد الإنسانية، جرائم التعذيب والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب. سرب منها مذكرة واحدة هي مذكرة جميل حسن، لكن هناك مذكرات أخرى حتما، ونأمل أن يكون مذكرة توقيف بشار الأسد إحداها أو أن تصدر قريبا جداً.